معكم بمطبخ لولو كيتشن. اليوم عملنا هيدول الأكلات الطيبين، شي مع سجق وجبنة وشي مع حبش وجبنة وشي حلو كمان وشي ما بينخبز بدون مخبوز. هيدول سندويشات التيك توك المشهورة، اليوم جربناهن عنا بمطبخ لولو وإن شاء الله تعجبكن النتيجة. شوفوا سندويش الجبنة مع السجق، واو واو شوف كيف عم بتمط بعدها، شايفين؟ واو الجبنة كيف عم بتمط، ولا أروع من هيك. بتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات شو إذا عجبتكم ولا لا. يلا نروح سوا نشوف الطريقة. شايفين عندي هون خبز التورتيلا أو الدرم تركي، هلأ بدي استعمله بهيدي الأكلات اللي عندي. عندي لبنة وزعتر، عندي سجق تركي، عندي كبيس مخلل خيار، وعندي زيتون مفقع، وفي عندي كمان خيار وبندورة مشقفين أنا قاصصتهم. هلأ رح نشوف شو رح نعمل سوا مع بعض. خبز التورتيلا رح أقصه هيك، شايفين كيف هو الخبزة صغيرة بس ما بيأثر، يعني بتقوم بالغرض. رح نحط اول شي عنا الزعتر، انا حاطته مع زيت زيتون، هيك بنعمله للمناقيش. رح حط شوي زعتر، كل شي بيلبق مع شي رح حطه. عندي هون الزعتر بيلبق معه كمان اللبنة، لبنة كتير كتير بتلبق مع الزعتر. هاي قطعة لبنة هون كمان، حبة لبنة كمان. شو بيلبق مع الزعتر؟ بيلبق مع الزعتر واللبنة الزيتون، كتير طيب الزيتون مع اللبنة والزعتر. كمان الخيار بيلبق معهم كلهم. هلأ رح نقلبهم مثل ما شايفين، هيك هيك هيك. هيدي الساندويتش بتتاكل هيك، فيكن تحطوا كمان بندورة اذا بدكن. هيدي الساندويتش ما بتتحمص، بتتاكل نية، كتير طيبة بتطلع. رح نعمل وحدة تانية بغير موديل بغير انواع، رح نحط السجق التركي بيلبق معه شو؟ بيلبق معه الجبنة. عندي جبنة صفرة، جبنة جودة، رح حط الجبنة معها. وهلأ رح حط كمان بيلبق للكبيس، كتير بيلبق للكبيس، ها كبيس الخيار او مخلل الخيار. هلأ رح اعمل هيك، سكرها، ها شايفين، وارجع احطها. هيدي بدها تروح على الشوي، رح نعمل بعد. هنحط لبنة، مع زيتون، مخلل، وحبتين بندورة مع خيار. هاي حبتين بندورة مع حبتين خيار صغار. وهي خلصت عنا كمان الساندويتش، شايفين ما احلى شكلها؟ كمان هاي بتتاكل باردة. كمان وحدة رح حط هون حبش كمان مع جبنة، جبنة جودة، كمان زيتون، تطلع روعة. انتو شو بتحبوا تحطوا مع الساندويتش؟ بتحبوا تعملوه، فيكن تعملوه انتو حسب النوع اللي انتو بتحبوه. كمان هيدي بتروح على الشوي مثل ما شايفين، بتروح على الشوي. رح نعمل ساندويتش حلو، رح نعمل ساندويتش حلو. عندي نوتيلا، رح حط معلقة نوتيلا
وامرغة. وهلأ بدي احط زبدة اللوتوس، كتير كتير طيبة مع الشوكولا. شايفين هلأ عم بمرغها كمان على الجزء التحتاني. وهلأ بدي احط كمان شي تاني يلي هو قطع الموز. قشرت موزي وهلأ بدي احط قطع الموز كمان على الجهة الفوقانية للساندويتش. شوفوا هاي القطع الموز، هيدي الساندويتش كتير كتير طيبة، خصوصا بعد ما تحمصوها كتير طيبة. حطيت هون وحدة تورتيلا وحطيت عليها زعتر وزيت لحالها، رح اقلبها هيك بهاي الطريقة، هيك كأنكن عم تعملوا منقوشة. هلأ بدي حطها كمان بالساب. انا هلأ هون محمية الحماصة، وبدي احط فيها ساندويشات على الحماصة او على الساب تعيتي اللي بحمصي عليها ساندويشات. حطيت عليها ورقة زبدة عشان ما توسخ لي الدنيا. هلأ رح ناخد الساندويشات يلي بدنا نخبزها. شايفين مثل عندي هون الحبش مع الزيتون، رح نحطها. وعندي كمان هون السجق مع الجبنة، رح حمصن هلأ. علي هون شايفين كيف حمصوا؟ واو الجبنة ساحت كمان، واو واو واو، ولا احلى من هيك. شايفين واو 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 واو، عن جد شي غير شكل. كمان عنا هون الزيتون مع الحبش والجبنة كمان، شوفوا كيف ساحت، ولا احلى من هيك. هلا راح نحط الحلو، النوتيلا مع اللوتوس والموز. نطلع عليهم شوفوا كيف تحمروا كمان. واو واو واو، ساحت كمان الشوكولا، شايفين ولا اروع من هيك. والريحه شايفين كيف عم بتشطشط؟ شايفين الشوكولا مع النوتيلا، ولا اروع من هيك، ساحت وعم بتشطشط. هاي الثانيه سخنين كتير كتير كمان، ولا اروع من هيك. بدي اشوي المنقوشة اللي انا عملتها مثل ما شايفين. طلع المنقوشة، واو شايفين الزيت، شي روعة، ها غير شكل. نحطها هون وهيك بكون خلصت عنا كمان المنقوشة. يا سلام شي غير شكل، الريحة مثلية. انا ما وسخت ابدا الحماصة اللي عندي، طلعت نظيفة، بس اللي توسخت هي ورقة الزبدة. وهلأ بدي ارميها بسلة المهملات. مثل ما شايفين خلصوا عندي سندويشات التيك توك الشهيرة. مثل ما شايفين هون عندي هون الجبنة مع السجق ومع الحبش، وعندي بالنص الحلو مع النوتيلا ومع زبدة اللوتوس والموز. وهون عندي الأشياء اللي ما انخبزيت، ضلت نية، اللي ما بتتاكل غير نية يعني بصراحة، لبنة والزعتر مع بعضهم، اللبنة ما بتنخبز مع الزيتون بيطلع روعة، والخضرة كتير طيبين. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد.